الحمد لله. بسم الله وصفته. أيها الحضور الكريم، أرباب الشعائر الدينية، أيها الأفاضل، أيها السادة، تحية لكم جميعا وأهلا بكم في رحاب شهر كريم الذي فيه ليلة هي خير الليالي، ليلة القدر. فلنغتنم خيرها أيها الأحباب، أيها السادة الأكارم، تعالوا بنا نشبك الأيدي بالأيدي لنوحد كلمتنا ونجمع صفنا على كلمة سواء، عملا بقول المولى سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. ذلك أيها الأحباب لأن الاعتصام قوة، ولأن هذه الوحدة تؤتي ثمارها لنحافظ جميعا على معتقداتنا وقيمنا، ولنحافظ على وطن عزيز على قلوبنا. تعالوا أيها السادة نجدف معا لنحمي الأوطان، لنحفظ الإنسان. تعالوا نجدف معا لنختار لهذا الوطن من يقوده إلى مسيرة أمن وأمان، إلى مسيرة رخاء، إلى مسيرة نهضة. وخيار المؤسسة الدينية كما أشار السيد مدير الأوقاف وأرباب الشعائر الدينية، خيارنا جميعا هو الرئيس القائد بشار الأسد، حفظه الله وسلمه ووفقه للعمل الصالح. ندعو الله جميعا له أن يوفقه لمسيرة سوريا الجديدة بما يرتقي بها، بما يصلحها، بما ينهض بها. نسأل الله ذلك. وفقكم الله وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله. الله طول عمرك شيخ مشايخ حمص، ما شاء الله عنا سيدنا، إن شاء الله إفطار هنيئا. الشيخ زياد الظاهر فليتفضل إلى المنصة. يا شيخ زياد الظاهر انتخبوا مطرائيليا، هو غالي على الكل بس هيك انتخبوا. الحمد لله الذي جمعنا على محبته، الحمد لله الذي جعلنا إخوانا بنعمته، فها نحن جميعا كأسرة واحدة على مائدة من موائد الرحمن في أحب الشهور إلى الله في شهر رمضان. فالشكر لك يا ربنا أن جمعتنا، ثم الشكر موصول لمن كان سببا في جمعنا، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله، كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشكر أيها الإخوة الكرام لمن كان سببا في هذا الجمع الكريم، الشكر لمن دل ولمن بذل في أيام طيبة مباركة، في أيام نحن فيها على موعد قريب مع استحقاق رئاسي كريم نسأل الله تعالى فيه التوفيق لسيد الوطن الدكتور بشار الأسد. نسأل الله له التوفيق، نسأله أن يسير بسفينة هذا الوطن نحو الأمان والإطمئنان. وأخيرا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بلاف بلاف المطران عبد العرش كلهم صوتوا علي، وهذا ليس ذنبي. حتى يعني مطران الوادي بأزهاره بأشجاره بسهوله بجماله قال أنت، وهذا فضل مشكورا. طبعا أنا قطفت بعض الورود منذ أيام من كنيسة سيدة السلام، فبقي الورد مفتحا ورائحته عبقة ببركة إيدين نياسة المطران. أم قال لا بركة الكنيسة، قلنا نعم. فنحن إن شاء الله يعني بعد العيد نياسة المطران إيديا عندك بالوادي. لا الله يطول عمرك حبيبي. أبونا جورج خوري نتشرف فيك كمان والنعم منكم، تشرفنا. احنا كلنا عائلة واحدة، ولكن لا حد يعتب علينا انه اذا نسينا اسمه. فنحن مرحبنا بجميع القيادات الروحية ولكم الكريمة. فضل يا مسيكم بالخير جميعا، اخوتي اصحاب المشايخ، مفتي حمص، مدير الاوقاف، اصحاب السيادي، نبيل الاجلاء. بمناسبه العيدين عيد القيامه اللي احتفلنا فيه الطوائف، وعيد رمضان كمان لانتنا اعياد في القيامه في المحبه في الانتصار. نحن كأبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين نشهد ونؤمن أن تراب الوطن مقدس، ونحن الشيوخ ورجال الدين مؤتمنين عليه. نؤمن بالوطن، نؤمن بمؤسسات وطننا، ونؤمن بكلمة واحدة إلى ربنا يسوع المسيح كلنا سوا، الله المحبة وهي التي تجمعنا. نجتمع اليوم على مائدة المحبة لنعلن بصوت واحد أن وطننا واحد، ترابنا واحد، ترابنا واحد، رئيسه واحد هو الدكتور بشار. نؤمن أيضا بأننا نحن مؤتمنين على تربية أجيالنا القادمة على هذه الوطن، أعيدكم جميعا وأتمنى لوطننا الغلبة والانتصار والحق. ربنا يخليكم. شكرا جزيلا لكل من قدم وساهم وتعب في هذا الإطار في هذا الجمع المبارك، إنه جمع المحبة والحب. شكرا يا مطران. طبعا نحن هناك سلام وتحية لنيافة المطران مكة الأخ العزيز الفاضل، وهو قد اعتذر لأنه هناك ظرف قاسي فأعذرناه فبعث لنا الآباء الأفاضل نيابة عنه. فنيابة مطران مكة من الأخوة الأحبة الأفاضل نتعشم بهم من الخير إن شاء الله. دكتور خضر زقرون فليتفضل مشكورا. دكتور خضر، يا دكتور خضر، دكتور خضر بس ارفع لي ايدك انك جيت عندي. الله يطول لي عمرك. تفضل. من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بلغ ما أنزل إليه من ربه خير تبليغ وخير أداء. أيها الإخوة أرباب الشعائر الدينية، أهلا وسهلا بكم
في هذا الاجتماع الذي باركه الله سبحانه وتعالى لقوله وهو أصدق القائلين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله في آية أخرى: ألم تر إلى ربك كيف ضرب مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها في الأرض ثابت. فإن أجمل الكلمات هي كلمة المحبة، هي كلمة أعلنها حبيبنا ورسولنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام حينما قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاضدهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فشكرا لاجتماعنا هذا على محبة ووفاء للقائد الرمز، لتجديد هذه البيعة، لنقول له جميعا: إنا نحبك لا من ولا سأم، فهنأ بشعبك أنت القائد العلم. وأقول كما قال ختاما لهذه الكلمة الشيخ صالح العلي، داعيا إلى المحبة وإلى الألفة وإلى إصلاح ذات البين، قال: الله يشهد والملائكة تشهد، الله يشهد والملائكة تشهد، ما زلت أدعو للصلاح وأنشد. طورا بواسطة اليراعي وتارة بين المحافل بالخلاف أندد، كم ذا أعلل بالمنى نفسي ويا ليت التعلل بالمنى لا ينفد. وها هو قول العلامة الشيخ سليمان الأحمد، يدعون إلى المحبة إخوة الإيمان، كما قال السيد المسيح، قال: طوبى للمتراحمين فأولئك الذين يملكون قوت الأرض وقوت السماء. أقول: أرى أفاعيل إن أبديتها جرحت، وإن كتمت أداع السر كتمان، فأصلحوا من يرى الإصلاح غايته، فالمؤمنون على الخيرات أعوان. هذا خطابي لأهل الحق وجهته، والجاهلون لهم شان ولي شان، نصيحة وفروض الدين توجبها علي، والقصد إخلاص وإيقان، فإن أصبت الذي حاولته فبها، وإن أسأت فإن القصد إحسان. شكرا للأستاذ وائل الملحم ولكل من أشرف على هذا الاجتماع الأخوي المبني على المحبة وعلى السلام. شكرا لمن شرف دعوة السيد الرئيس لهذا الاجتماع، عظم الله أجورنا وأجوركم، بارك الله لنا ولكم في هذه الليلة، ليلة القدر التي دعا بها الإمام السجاد، قال: اللهم إني أسألك يا رب ليلة القدر الذي جعلتها خيرا من ألف شهر، أن تمد لنا في أرزاقنا، وأن تصلح لنا أمورنا، وأن تجمعنا على المحبة والوئام والولاء، فإنك على كل شيء قدير، وما ذلك عليك بعزيز. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم، السلام عليكم ورحمة الله. عملك يا دكتور خضر، ما شاء الله ما شاء الله. درر نسمع كلمة من فضيلة الشيخ علي دوم، فيتفضل مشكورا. تفضل الشيخ علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بداية نتوجه بالشكر الجزيل إلى القائمين والعاملين والبادلين، ونسأل الله عز وجل بهذه الليلة المباركة أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وفي صحيفة أعماله.
نحن في هذه الأيام أمام استحقاق فريد من نوعه، أمام استحقاق تاريخي. هذا الاستحقاق يحتاج منا إلى التعاضد والتكاتف والعمل سوية خلية واحدة لإنجازه، وأن نتعدد الخيارات ويكون خيارنا واحد. خيارنا هو الدكتور بشار حافظ الأسد، الدكتور بشار حافظ الأسد، لأجل إعادة إعمار البلد، لأجل مستقبل سوريا، لأجل مستقبل المنطقة، ولأجل كرامة الشعب السوري المقاوم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم. والله والله الله العافية. تفضل شيخ عبد اللطيف الإنجاوي. سمينا كنتي قبل أن يعني نتحلى أو قبل أن ينتهي الإفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. محمود رمضان هون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل الأجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما رمضان يجمعنا، ودائما تحت ظلال هذا الوطن نجتمع جميعا. نحن جميعا اليوم حضرنا هنا لنجدد البيعة للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد حفظه الله تعالى. هذه البيعة التي هي المظلة التي تحمي هذا البلد، والمظلة التي توعد لنا برخاء جديد إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وإن شاء الله موعدنا في الأيام القادمة مع هذا الاستحقاق المبارك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي جمعنا على الخير في شهر الخير. الحمد لله الذي وفق أهل الخير لإقامة هذا الخير. الحمد لله الذي جمع علماءنا على موائد الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقولوا كلمة خير في يوم استحقاق الخير، يوم يؤدي كل منا حقه في معرفة رجل الخير، وفي قول نعم لأهل الخير، وفي قول نعم لرجل الصبر والخير. جمعنا الله وإياكم على الخير، وكل عام وأنتم بخير. طبعا الإفطار لم ينتهي بعد، ولكن ننتظر الأستاذ وائل ملحم سيتكلم معكم ويشكركم على حضوركم. ولكن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي أحيا الضمائر وهدى القلب الحائر إلى طريق أول البصائر، واستودع الإيمان في قلوب لا يحجبها عن ربها لا كدر ولا سائل. أسأل الله العلي القدير في هذه الليلة المباركة أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم ارزق كل منا قلبا صادقا وعقلا راجحا وعملا صالحا زكيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا على الدعاء، ما أجمله من قلبك إن شاء الله. أستاذ وائل، هاي أستاذ وائل ملحم
حب انه يشاركك وتسمعوا لنا كلمه منه. تفضل اسمع. ناكل حلو يا اخواننا. ابونا ميشيل بابا السلام عليكم، كل عام وانت بخير. اشياخنا وسيادنا المشايخ كل عام وانت بخير. انا ابو مظهرني من خوارني. هذه سوريا بشكل دائم، وهذه حمص بشكل خاص، وهذا النسيج السوري، هذا نحن وما بنكون غير هيك. ان شاء الله كل عام وانت بخير. نحن عندنا استحقاق السيد الرئيس اللي هو صمام امانه البلد، اللي بصموده وصمود الجيش العربي السوري نحن قاعدين قعدنا القعده هي ورجعنا لبعض. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وشكرا لكم لتلبيه الدعوه الكريمه. شكرا.